بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه التي تتجدد وتدور، وأستغفره وأتوب إليه من القصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس بإذن الله عز وجل من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحي هلا بكم مجددا في هذه الخواطر المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأكارم، إن الله سبحانه وتعالى لما شرع العبادات والطاعات جعل لها مقاصد وغايات، فكل طاعة نتعبد الله عز وجل بها، وكل عبادة لها أهداف تؤثر على الإنسان اجتماعيا وتربويا وإيمانيا وغيرها من المعاني العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده. فليست هناك عبادة ليس لها أهداف وليس لها غايات. ثم إذا علمنا أيها الأحبة أن هذه العبادات لها أهداف ولها غايات، ينبغي أن نميز بين الصورتين. تصور شخصين في الصلاة، أحدهما إذا أطال الإمام يتمتع بالقراءة ويتمتع بطول الصلاة ويريد الزيادة في السجود والركوع وإتمام هذه الصلاة، بينما الآخر معه في نفس الصف، هذه الصلاة عليه كالجبل، ثقيلة عليه. وتأمل في صورة ثانية بين شخصين، كلاهما قد مسك المصحف بيديه، أحدهما يقرأ ويزيد في هذه القراءة ولا يريد أن ينقطع عن تلاوة كتاب الله عز وجل، يتلذذ الأحرف والكلمات والصفحات والمعاني، وشخص آخر يريد متى يصل إلى نهاية الجزء، متى يضع المصحف من المكان الذي أخذه. صورة ثالثة، لما الناس ينتظرون الصلاة تجد بعض الناس يجد من نفسه سرور وأنس ويستغل هذا الوقت بالدعاء والتضرع والذكر، ويعلم أنه ساعة إجابة، وتجد الآخر متململ، كل لحظة ربما ينظر في ساعته متى تأتي الصلاة ومتى يقضي الصلاة. ما هي القضية أيها الأحبة؟ هناك التعبد وهناك التلذذ. هذه الليلة وهذه الخاطرة في الحقيقة مهمة جدا، سنعيشها بين هذين المعنيين، كيف ينتقل الإنسان من التعبد إلى التلذذ. كثير من الناس ربما يتعبد، يصلي، يقرأ القرآن، يؤدي العبادات، لكن لا يشعر باللذة، يغالب نفسه على هذه العبادات، يغالب نفسه على هذه الطاعات، لا يشعر بالأنس والسرور واللذة التي تكون في هذه الطاعات. لا شك أن الطاعات أيها الأحبة لها لذة خاصة جدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة لذة العبادة. وقال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. ما الذي هم عليه؟ لذة العبادة. وقال آخر: لقد خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ ما فيه، وهو طاعة الله عز وجل، لذة العبادة. لذة العبادة أيها الأحبة واضحة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة يقول: أرحنا بها يا بلال،
كان إذا حزبه أمر يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم إذا صلى أطال هذه الصلاة وتلذذ فيها في قيام الليل يقرأ بالبقرة وآل عمران، لذة ما بعدها لذة في هذه العبادة. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معاذ بن جبل لما كان على فراش الموت بكى، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال أبكي على ليالي الشتاء وظمأ الهواجر ومجالسة العلماء في حلق الذكر. يقول يعني ليس شيء يتأسى عليه، وإنما يتأسى على هذه اللذة التي وجدها في طاعة الله عز وجل. وهذا سعيد بن مسيب رحمه الله يقول ما جاءت وقت الصلاة إلا وأنا مشتاق لها، إلا وأنا مشتاق لها. وهذا ثابت البناني رحمه الله كان يدعو الله يقول يا رب إذا كنت قد كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني أصلي في قبري. يعني ما يريد أن هذه اللذة، لذة الصلاة، تفارق حتى في القبر. أبو زرعة الرازي أحد علماء الحديث كان يصلي إمام مسجد 20 سنة وهو في المحراب يصلي، فقيل له ذات مرة ما حكم الكتابة في المحراب؟ فقال كان يكرهه السلف، يعني يكرهه الصحابة والتابعون أن يكتب في أطراف المسجد. فقيل له أنت تصلي ولم ترى الكتابة التي بين يديك؟ فقال لم أرها، إن الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل لا يرى ما أمامه. فانظر التعلق بالله عز وجل والإقبال على الله عز وجل، التلذذ بالصلاة، التلذذ بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الصحابة، من عبد الله بن مسعود، أن يقرأ عليه القرآن، يحب أن يسمعه صلى الله عليه وسلم منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن، سمع أبو موسى الأشعري، وقف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفاعل مع القرآن لجوفه أزيز كأزيز المرجل. يقول عثمان رضي الله عنه عن القرآن يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. ولذلك لا نستغرب حينما نرى في تراجم السلف أنهم كانوا يختمون بالآلاف، آلاف مؤلفة. أبو بكر بن عياش في ترجمته في السير أعلام النبلاء لما كان على فراش الموت جاءت أخته تبكي، فقال يا أختاه لا تبكي، وانظري إلى هذه الزاوية قد ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. وهذا عبد الله بن إدريس المقرئ كذلك لما كان على فراش الموت بكته بنته الصغيرة، فقال لا تبكي يا بنية، لقد ختمت في هذه الغرفة 4,000 ختمة. وهذا الكتاني كان مجاور للمسجد الحرام وكان كثير الطواف، جاء في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه ختم 12,000 ختمة وهو في الطواف، في أثناء الطواف. هذا كله أيها الأحبة كيف نتج في حياتهم؟ نتج في حياتهم لما شعروا بلذة العبادة، لذة العبادة. فرق أيها الأحبة بين أن يتعبد الإنسان وبين أن يتعبد الإنسان مع التلذذ، يشعر الإنسان بالأنس. كيف أيها الأحبة، وعنوان خاطرة الليلة مفاتيح اللذة، مفاتيح لذة العبادة، كيف يستطيع الإنسان أن تكون عباداته فيها لذة، يستشعر الأنس، يتفاعل مع هذه العبادات؟ هناك أسباب كثيرة. الأولى من هذه الأسباب الإخلاص لله عز وجل. كل عبادة استحضرت الإخلاص لله عز وجل، ما تفعل لفلان وعلان، لا، كما جاء الآثار عن السلف كن مع الله بلا خلق، كن مع الله بلا خلق. لا تنظر إلى الناس حينما تقرأ القرآن، لا تنظر الناس يسمعون لك، لما تصلي لا تلتفت إلى أن الناس ينظرون لك، لا، كن مع الله سبحانه وتعالى في كل عبادة. إذا استشعرت جانب الإخلاص وأنها خالصة لوجه الله عز وجل، هذا يورث الإنسان اللذة. ثم أيضا من الأسباب، السبب الثاني، المفتاح الثاني، إتمام الصلاة والإتيان بها على وفق السنة. أي عبادة
لما تأتي بها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بلذتها. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الصلاة كنقر الديك؟ الآن تصور واحد يركع سريع يسجد سريع، هل هذا سيجد اللذة؟ مستحيل، مع هذه السرعة ما يجد اللذة. الصلاة تحتاج إلى طمأنينة، تحتاج إلى سكينة، تحتاج إلى تؤدة من الإنسان وهو مقبل في هذه الصلاة. وهذه كيف تكون؟ أن تكون صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان لابد أن يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حجه وعمرته وصومه حتى تكون العبادات تامة على الوصف الذي جاء في السنة. فإذا أتممت العبادة أبشر. أيضا ثالثا من المفاتيح المحبة، المحبة لهذه الطاعة. وحبب إليكم الإيمان، يحبون أن يتطهروا. كثير من العبادات في النصوص الشرعية نجد ربط العبادة بالمحبة. إذا أحب الإنسان العبادة تلذذ بها. إذا أحببت الصلاة تحب أنك تطيل فيها، تحب أنك تخشع فيها. إذا أحببت الصيام كذلك تشعر بلذة الصيام. أحببت القرآن تشعر بلذته. فأي عبادة إذا أحببت هذه العبادة ستشعر براحة وطمأنينة وإقبال على هذه العبادة. الرابع من المفاتيح أيها الأحبة التعظيم. نحتاج إلى هذا الجانب المهم جدا. ما المقصود بالتعظيم؟ التعظيم والإجلال، التعظيم لله عز وجل، التعظيم للعبادة. تعظم الله عز وجل في أي عبادة تستحضر أنك تؤديها لله سبحانه وتعالى، ثم تجل هذه العبادة. لماذا نقرأ أيها الأحبة في تراجم الصحابة والتابعين أن البعض إذا توضأ اصفر وجهه، كان البعض يغمى عليه إذا سمع الأذان؟ هذا كله تعظيم لطاعة الله عز وجل، تعظيم لهذه العبادات. نحن لو وجد في حياتنا إجلال هذه العبادة، تعظيم هذه الطاعات، والله نشعر بلذة عظيمة أنك تقف أمام الله سبحانه وتعالى. بعض الناس اليوم يقف في صلاته وغافل، يفكر في الدنيا والأموال وكل أمور الدنيا تأتي عليه. لماذا؟ لأنه ما استحضر هذا المعنى الجليل وهو تعظيم الله عز وجل وإجلال الله سبحانه وتعالى. خامسا من الأسباب التفكر في الأجور. من تفكر في الموعود والثواب والأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة يجعله يقبل أكثر. هذه العبادات ثمراتها لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى. كل حسنة مرصودة مكتوبة تجدها بإذن الله عز وجل عند الله عز وجل. فهذا الاحتساب وهذا اليقين وهذه الثقة بالله عز وجل تجعلك تؤدي العبادة على أتم وجه. سادسا من المفاتيح التأمل والنظر في سير السلف الصالح. حينما تنظر في حياة الصحابة التابعين العلماء كيف كانت عبادتهم، تبدأ أنت تمقت نفسك وتقدم لله عز وجل أكثر. عبد الله بن مبارك، من هو عبد الله بن مبارك؟ محاضرة كاملة تكلمنا عن عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك يقول إذا نظرت إلى الفضيل ابن عياض مقدت نفسي، مقدت نفسي يعني احتقرت نفسي في العبادة. وهو من هو في العبادة؟ فالنظر في تراجم الصالحين سلف هذه الأمة تجعل الإنسان يندفع. قبل قليل ذكرنا ختمات القرآن، نجد في حياتهم الصيام، تجد في ترجمة أحدهم 40 سنة ما ترك صيام الاثنين والخميس. حينما تقرأ هذه التراجم تتشجع على طاعة الله عز وجل، تحاول أن تكون على إثرهم. أيضا من الأسباب التدرج، أن يتدرج. سابعا أن يتدرج الإنسان في الطاعة، وهذه مجاهدة النفس. النفس تحتاج إلى ارتقاء، تحتاج إلى تدرج. يقول ابن القيم بداية التكاليف صعبة شاقة على النفس حتى تتلذذ النفس بالمعبود، حتى تأنس النفس بالمعبود. فيحتاج الإنسان. ثابت البناني ماذا قال؟ كابدت نفسي على الصلاة 20 سنة
ثم تلذذت بها 20 سنة. ويقول أحد السلف: قدت نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت وهي تضحك. يعني في البداية وجد صعوبة. الإمام ماذا قرأ في خواتيم سورة آل عمران؟ اصبروا وصابروا ورابطوا. معنى المجاهدة أن تجاهد نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى ثم تجد الثمرة. أيضا من الأسباب أيها الأحبة ثامنا التهيؤ النفسي. أي عبادة تفعلها لابد أن يكون هناك تهيؤ سابق. الصلاة إذا جئت مباشرة لن تشعر بلذتها. الصيام، وهذه نقطة مهمة، الآن في شهر رمضان ألا نرى أغلب الناس يجتهدون في أول 5 أيام أسبوع وأول أسبوع من رمضان ثم يتركون؟ بلى، صح؟ ما السبب؟ عدم ترويض النفس، ليس هناك استعداد مسبق. يعني قبل رمضان ما عود نفسه على القرآن ولا القيام ولا الطاعات، إذا جاء رمضان مع الروحانيات والهمة والحماس يجتهد، لكن هذا الاجتهاد ما يستمر. لماذا؟ لأن النفس أصلا غير مهيئة. النفس غير مهيئة، تستمر فترة يسيرة ثم تنقطع. النفس هذه تحتاج إلى ترويض. تاسعا من الأسباب أن يبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي واللذة خطان لا يجتمعان أبدا. يحرم الإنسان اللذة ويحرم الإنسان الأنس، كما ذكر ابن القيم يقول: من أضرار الذنوب والمعاصي الوحشة، وأمر حياة حياة المستوحشين، وألذ حياة هي حياة المستأنسين بالله. فكلما كان الإنسان صاحب الذنوب سيجد في قلبه وحشة. وما ضرب الإنسان كما قال بعض السلف بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فالإنسان العاكف على الذنوب والمعاصي والمجاهر والفاعل لها وغير المبالي ثم يقول ما أخشع في الصلاة وما أجد لذة الإيمان أبدا. قيل لوهيب ابن الورد رحمه الله: هل يجد من يعصي الله لذة العبادة؟ قال: لا، ولا من هم بها. سبحان الله، يقول بس اللي يهم بالمعصية يقدم على المعصية هذا ما يشعر بلذة العبادة. كيف اللي يفعل المعاصي؟ كيف المتساهل بالذنوب؟ كيف الذي يقارف هذه السيئات؟ عاشرا وأخيرا من الأسباب الدعاء والإلحاح في هذا الدعاء. طريق اللذة أيها الأحبة من توفيق الله عز وجل. الخشوع توفيق من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعطيه إلى لناس دون آخرين إذا أخذ الإنسان بالأسباب. فلا بد الإنسان يتضرع وينكسر لله عز وجل، يقول: اللهم إني أسألك لذة العبادة. هذا الدعاء يكثر منه الإنسان في السجود: اللهم إني أسألك لذة العبادة، حتى ما تكون عبادة مجردة، حتى ما يكون فقط التعبد للإنسان. وأخيرا أقول: الإنسان هو الذي يملك التغيير. الآن كثير من الناس يشتكي من قضية السرحان في الصلاة، من قضية عدم الخشوع، من قضية عدم لذة العبادة، يقول ما نشعر حلاوة الإيمان. نقول هذا كله يرجع إليك أنت الذي تستطيع أن تغير نفسك. إذا أخذت بالأسباب الشرعية التي ذكرناها ستجد بإذن الله عز وجل مع الأيام، مع الدربة، مع المجاهدة، بإذن الله عز وجل سوف تأتي الثمرات الطيبة في حياتك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفوز بالجنات، ويرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.